بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونستأنف مرة أخرى مع بعض الكلمات في العامية الفرنسية. طبعا إذا مما رأيناه في المسابق، رأينا فعل بدوي faire fonctionner quelque chose en bricolant، ثم رأينا طاغي، قلنا بأن تعني بات وبيا إيديو، ثم رأينا بانك تقريبا نفس الشيء إيديو فو، ثم رأينا ديغلانغي إذن رأينا المقصود بها كاسي وبها ديسلوكي كما قلنا. ils ont une vieille voiture toute déglinguée، إذن هم عندهم سيارة قديمة كلها مهلهلة. إذن في الفقرة إن شاء الله سنرى كلمات أخرى، مثلا ساكخي. عادة كلمة ساكخي تعني مقدس، إذن كما عندنا هنا كابارتيا أن دومان انتردي، نقول عن شيء بأنه ساكخي بأنه مقدس، هذا يعني بأنه كيابارتيان أن دومان انتردي، إذن هو ينتمي إلى مجال ممنوع الخوض فيه، إي انفيولابل وغير منتهك، انفيولابل لا يمكن انتهاكه، إذن على عكس فيولابل يعني ممكن أنه ينتهك، على عكس هنا كما عندنا هنا باغ أوبوزيسيون أبروفان. إذا نتكلم عن ساكخي باغ أوبوزيسيون أبروفان، إذا هذه كلمة بروفان عكس مقدس، المقصود بها هنا مدنس. ممكن نتكلم عن شيء مقدس أنه ممنوع، أنه لا يمكن انتهاكه، ثم في المقابل ممكن نتحدث عن بروفان كيلكو شوز بروفان شيء ما، يعني مدنس ممكن انتهاكه، ممكن الخوض فيه أو اختراقه. par opposition à profane. et fait l'objet، إذا نتكلم عن كلمة sacré، نقول عن شيء بأنه sacré، et fait l'objet، ثم أنه يكون موضوع d'une vénération religieuse، أنه تيكون موضوع d'une vénération مقصود بها تبجيل، أنك تبجل شيئا، أنك تبجل، أنك تقدس، أنك تعظم. إذن fait l'objet، ثم أنه يكون موضوع كما عندنا هنا أنه يعمل موضوع، مقصود أنه يكون موضوع d'une vénération religieuse، أنه يكون موضوع تبجيل ديني، أن الدين يكون يحث على تبجيل هذا الشيء، نقول عنه بأنه ساكخي. مثلا نقول les livres sacrés، الكتب المقدسة، كي دين دان غيسبي أبسولي، كي دين الغيسبي أبسولي، الذي يستحق كما نقول احترام مطلق، الذي يستحق كما نقول احترام مطلق، كما عندنا هنا أندغوا ساكخي، إذا نتكلم عن حق مقدس، أنه يجب أن يحترم كما عندنا هنا. لكن هاد كلمة ساكخي في العامية دوفون أنو أمام اسمين سينيفي تخي غون، أن تعني كبير جدا. نتكلم عن شيء ما نقول عنه في العامية بأنه مقدس، المقصود بأنه كبير، أننا نفخم من قدره، أننا نكبر من قدره. دوفون أنو، إذا أمام اسمين سينيفي تخي غون، أن تعني كبير جدا. غونفورس سونو، إذن هذه كلمة ساكخي أن تقوي هذا الاسم عندما نضعه أمامه. مثلا نقول أنت فعلت لنا خوفا جد كبير، كما نقول هنا أنت فعلت لنا خوفا مقدسا. كلمة مقدس هنا فقط لنضخم من كلمة بيغ، كلمة خوف. تينوزافي أنت فعلت لنا إن ساكخي بور، كما نقول خوف مقدس، ولكن كما قلنا خوف كبير ضخم. نقول مثلا سيتان ساكخي مونتور. طبعا مونتور هذه تأتي من فعل مونتير، فعل كذبة. سيتان ساكخي مونتور، إذن إنه كذاب كبير، كما نقول هنا بأنه كذاب مقدس، ولكن هنا المقصود
أنه كذاب كبير لا يجب الوثوق به. C'est un sacré menteur. نقول مثلا Tu as eu une sacrée chance. Tu as eu une sacrée chance. أنت كان عندك أو أنت كان عندك une sacrée chance. كما نقول حظ ضخم، حظ كبير. ثم عندنا من ضمن الكلمات عندنا كلمة كيفي. كيفي إذا تكتب بدوزاف أو بيان أفاك إن سول إف أو أنها تكتب بإف واحدة. طبعا هي كلمة أو سونس فاميلي يعني في المعنى العامي، المقصود بها أبريسي يعني أنك تقدر شيئا. ومنها مثلا كلمة لو بخي. لو بخي يعني الثمن، أنك تثمن شيئا تقدره. ثم أنها تعني أمي، أنك تحب شيئا. ممكن أن تعني prendre du plaisir à، أنك تأخذ متعة من شيء ما، أنك تأخذ متعة من شيء ما. إذن كيف quelque chose aimer avoir une passion pour quelque chose أو يعني أنك تحب شيئا أو أن تكون عندك إثارة من شيء ما. إذن نتكلم عن، طبعا نتكلم عن اللغة langage argotique، إذن نتكلم عن اللغة العامية. ثم من ضمن الكلمات أيضا عندنا كلمة برونلي. برونلي طبعا من حيث المعنى الأصلي كلمة برونلي المقصود بها أجيتي، حركة. سكوي يعني هزة، أن تعني مثل الفيرب إبرونلي يعني أنك تهز شيئا. إذا المقصود بها أيضا إتخ أنستابل، أنك تكون غير ثابت. طبعا نتكلم عن شيء بانو ستابل يعني أنه ثابت، ستابل ثابت متزن إلى غير ذلك، يأخذ مكانه لا يتحرك. إذا نتكلم عن ستابل، أنستابل لأنه غير ثابت. إتخ أنستابل أن يكون الشيء غير ثابت. مال فيكسي أنه ملصق بشكل سيء، أنه غير ملصق بشكل محكم. إذا نتكلم عن برونلي. إذا نتكلم عن إن شاز إن دون كي برون، كرسي يتحرك. إن دون أو نتكلم عن سين كي برون التي تتحرك، يعني أنها غير ثابتة في مكانها بشكل محكم. من حيث المعنى العامي إذا المقصود به فاغ، فعل. نتكلم عن فعل، نتكلم عن شخص كي برون استاذ كيف كلكو شوز، الذي يفعل شيئا ما. إذا هنا المقصود بها نتكلم عن المعنى العامي لاغو، أو نتكلم عن لوسونس فيلغير اي بيجوراتيف. فيلغير اي بيجوراتيف إذا نتكلم عن المعنى العامي، المعنى العامي أو المعنى القدحي. إذا هنا كلمة برونلي هذا الفعل هذا أنه يأتي في المعنى القدحي كما سنرى في المثال. نقول مثلا عن شخص إيل نو برونلغي، المقصود بهذا الكلام بأنه لا يتحرك شيئا، أنه لا يحرك شيئا. المقصود هنا إيل نو فيغيا بأنه لا يفعل شيئا، كما تنقول إحنا بأنه ما تحركهاش. إيل نو برونلغي نقول عن شخص مثلا كيسكو تي برونل، ماذا تفعل؟ كيسكو تي برونل المقصود به هنا ماذا تفعل، ولكن تقال بالمعنى القدحي. ماذا تفعل؟ بحال تنقول إحنا شنو تتخربق؟ شنو تتخربق هنا؟ إذا تتخربق أنك تقوم بشيء لكنه ليس له نتيجة. إذا تقريبا عندها هذا المعنى كيسكو تي برونل، كيسكو تي برونل. إذا عندنا أن برونلور كيلكا كي نو في غيان. إذا نتكلم عن مخربق بمعنى آخر، شيء ما، أنه يفعل أشياء لا معنى لها. إذا نتكلم عن أن برونلور كيلكان، إذا نتكلم عن شخص ما كي نو في غيان، الذي لا يفعل شيئا. إذا دائما نتكلم عن لاغو أو بيان بيجوراتيف أوسي، إذا نتكلم عن المعنى العامي أو القدحي أيضا. ثم عدنا من ضمن الكلمات المستعملة طبعا بالعامية عندنا شوبي. إذا نتكلم عن أتخابي أنك تقبض شيئا. أتخابي نقول مثلا جي شوبي لا كريف، جي شوبي لا كريف. طبعا كلمة لا كريف ممكن أن تعني الموت. هنا جي شوبي لا كريف كما نقول أنني أصبت بنزلة برد، جي شوبي لا كريف. إذا نقول جي شوبي لا كريف أو بيان جي أتخابي لا كريف، المقصود بها هنا المالادي،
كما نقول جي طومبي مالاد، كما نقول جي طومبي مالاد، انني سقطت مريضا. او بيان جي اتخابي لا غيم، جي اتخابي لا غيم، انني اصبت بنزلة برد مثلا. Il s'est fait choper par les flics sur l'autoroute à 150 au lieu de 130. Il s'est fait choper. أنه عمل له قبض. المقصود بأنه قبض عليه. Il s'est fait choper. Il s'est fait choper. المقصود بأنه قبض عليه. شكون اللي قبض عليه؟ قبض عليه من طرف الفليك. الفليك يعني الأمن. أنه قبض عليه من طرف الأمن sur l'autoroute. على الطريق السيار à 150 المقصود به هنا à 150 كيلومتر خلوغ المقصود بأنه قبض عليه وهو يسير ب 150 كيلومتر في الساعة au lieu de 130 au lieu de 130 المقصود au lieu de 130 كيلومتر خلوغ إذن هو قبض عليه وهو يسير ب 150 كيلومتر في الساعة عوض 130 كيلومتر في الساعة المقصود بأنه قبض عليه بسبب السرعة. قبض عليه بسبب السرعة. إذن كما قلنا il s'est fait choper par les flics sur l'autoroute à 150 au lieu de 130. ثم عندنا كلمة la flotte. La flotte. طبعا كلمة la flotte في العادة أن تعني أسطول. نتكلم في البداية عن أسطول بحري، نتكلم عن مجموعة بواخر مثلا أو سفن حربية، أو نتكلم عن أسطول جوي، نتكلم عن مجموعة طائرات إلى غير ذلك. إذا نتكلم عن لافلوت. هنا كلمة لافلوت المقصود بها لو، لو وبها لابلوي. إذا نتكلم عن الماء أو نتكلم عن المطر. إذا نقول تي بو مدوني أن بو دو فلوت، تي بو مدوني أن بو دو فلوت. إذا شخص ما يأتيك فيقول لك هل يمكنك أن تعطيني شيئا من، إذا فتظن كلمة فلوت بأنه أسطول، لكن المقصود به هنا أن بو دو، أن بو دو. تي بو مادوني أن بو دو، هل يمكنك أن تعطيني شيئا من الماء؟ إذا فنكمل الجملة مثلا فنقول جي بي توت ما غورد، جي بي توت ما غورد، المقصود به بأنني شربت كل قرباتي، شربت كل قرباتي. نتكلم عن الآنية التي نضع فيها الماء، جي بي توت ما غورد، أنني شربت كل قربتي. طبعا كلمة غورد ممكن أن تطلق على أشياء أخرى، مثلا القرع، مثلا القرع. إذا نتكلم عن غورد. تي بو مادوني أن بو دو فلوت جي بي توت ما غورد، هل يمكنك أن تعطيني شيئا من الماء؟ أنا شربت كل قربتي. تي بو مادوني أن بو دو فلوت جي بي توت ما غورد. نقول مثلا أون أي دو لا فلوت بوندون لي فاكونس، يعني أنه كان عندنا مطر بوندون لي فاكونس، أثناء العطل. مقصود أثناء العطلة. On a eu، كان عندنا، de la flotte، de la flotte، من المطر، كان عندنا مطر، pendant les vacances، أثناء العطلة. إذن كلمة flotte المقصود بها pleuvoir، المقصود بها أمطر. flotte المقصود بها pleuvoir، يعني أمطر. نقول مثلا il n'a pas arrêté de flotter pendant tout le week-end. Il n'a pas arrêté de flotter pendant tout le week-end. لم تتوقف عن الإمطار pendant tout le week-end، أثناء كل نهاية الأسبوع. يعني كل نهاية الأسبوع، الجمعة والسبت والأحد، والمطر مستمر، لم يتوقف. Il n'a pas arrêté de flotter pendant tout le week-end. ثم عندنا كلمة pomper. Pomper. المقصود بها تريشي. En copiant sur son voisin par exemple. إذا نتكلم عن تخيشي، يعني غشة، en copiant، en copiant، يعني ناقلا، تنقل. تنتكلم على شي تلميذ مثلا تنقل، en copiant sur son voisin، أنه تنقل من الجار ديالو، تنقل من الصديق ديالو. par exemple، كمثال، quand on est élève، عندما نكون تلميذا، عندما نكون كتلاميذ. إذا نتكلم عن pomper. في العوض لا غنقولو تخيشي، نقول il تخيش، نقول il pompe. إذا المقصود بها أنه تنقل. نقول مثلا il a eu une bonne note parce qu'il a tout pompé sur son voisin et que le prof n'a rien vu. il a eu une bonne note parce qu'il a tout pompé sur son voisin et que le prof n'a rien vu. إذا هو كانت عنده نقطة جيدة. il a eu une bonne note parce qu'il a tout pompé،
لأنه نقل كل شيء sur son voisin عن جاره المقصود عن صديقه et que le prof n'a rien vu et que le prof n'a rien vu وبأن الأستاذ لم يرى شيئا وبأن الأستاذ لم ينتبه لأي شيء لو انتبه للأمر لأعطاه صفرا لكنه لم ينتبه وظن بأن هذا التلميذ يستحق هذه النقطة لأنه لم ينقل في الحقيقة هو نقل كل شيء إذن نستأنف فقرة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.